هذا الاتفاق الذي تم ما بين بغداد وطهران كان هناك يعني عدة فقرات مهمة تم الاتفاق عليها ما بين الجانبين، سواء الجانب مسؤول الأمن القومي الإيراني ووزير الأمن القومي العراقي السيد قاسم العرجي. هذا الاتفاق تم على بموضوع فقرة مهمة جدا، وهو قضية نزع السلاح من المعارضة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والكوملة، بإطار مكتوب بإطار زمني محدد. هذا الإطار الزمني المحدد لم يحدد حقيقة بما هي الفترة الحقيقية بقضية أن تنزع هذه الأسلحة، مع العلم أن هذا السلاح للعلم والاطلاع ما متواجد من المعارضة الإيرانية في هذه المناطق هو سلاح ليس سلاح ثقيل للأمانة، هناك لربما سلاح خفيف للحماية النفس بمناطق وعرة، مناطق جبلية، مناطق بها مخاطر كثيرة، لربما للدفاع عن أنفسهم، وهناك سلاح لربما لا يتعدى أن يكون متوسطا، لا يمكن أن يكون ثقيلا، لأن المنطقة التي يتواجد فيها المعارضة منطقة وعرة لا تستطيع السير سواء إذا مدرعات أو مدفعية ثقيلة أو إلى آخره. فإذا قضية إصرار إيران باتجاه الضغط على الحكومة العراقية بهذا الاتجاه هذا غير منطقي بالتأكيد. هناك مسألة أخرى قد غاب في هذا المشهد في هذا الطرفين بقضية هذا النزاع أو هذا الاتفاق، حقيقة غابت هناك مسألة مهمة وهو دور الأمم المتحدة. أستاذي الفاضل، قضية ما موجود من معارضة إيرانية غابت الأمم المتحدة في هذا الجانب من الاتفاق، لأن هذا ما متواجد من معارضة إيرانية وخاصة ما بعد المظاهرات والانتفاضة التي حدثت مؤخرا في إيران، هناك الكثير من الذين نزحوا إلى الالتحاق بهذه المعارضة من خلال التسلل نحو الحدود العراق الإيرانية إلى العراق إلى داخل العراق للخلاص من الملاحقة والاعتقالات وإلى ما شابه ذلك. فإذا هناك أيضا أن هذه المعارضة هي ليست معارضة جديدة أو مستحدثة، هذه المعارضة وهذه المعسكرات متواجدة ما يقارب منذ 40 سنة. نعم. في تلك الأماكن المتواجدة يعني أيضا من زمن الشاه. فإذا العدد الموجود في هذه الأماكن بالتحديد في هذه الأماكن، وأنا ذكرت لجنابك هي مناطق وعرة وجبال وكهوف وقرى أو مقرات متعددة في أكثر من مكان، فإذا هذه القضية تحتاج ليس بقضية أنه يحتاج لها إلى شهر، ما يقارب تقريبا إن يعني بالتحديد لا أستطيع أن أحدد العدد، ولكن ما يقارب 10,000 ما بين متواجدين وما بين أيضا عوائل وأطفال ونساء، يحتاج إلى فترة زمنية حتى وأن تم هذا الاتفاق من نقل هذه العوائل.